معي المحامية جولي، تفضلي. أهلا وسهلا. تفضلي. أهلا وسهلا. أنا جولي حاجي، محامية عن السيد شوكت. أهلا وسهلا. خي، ليش مألق القبض على السيد شوكت؟ والله يا خانم، في بلاغ من صهره سمعه، قال السيد أبو عصام ما عم يخلي بنته تروح على بيته. أيوة، وانت صدقته للسيد سمعه؟ لحظة شوي خاتير، يعني انت محتجز أبو عصام مشان البلاغ، ما هيك؟ تمام يا خانم، مشان البلاغ. طيب انت استدعيت السيدة دلال وسمعت إفادتها وتأكدت انه هذا الشيء صحيح؟ ولا هاد كلكون اللي خلفك؟ عفوا، لو سمحت يا خانم، استاذي سبتريدي، نحن مو من عوايدنا نستدعي النسوان لهون على الكركون. ما بتستدعي النسوان على عيني وراسي، بس كمان مو بحجتهم انك انت عم تحبس الناس عمال على بطال. والله يا استاذي، ايش كان ابو عصام ولا ابنه عصام بيقبلوا بنتهم تجي على الكركون؟ انا ما عندي مانع.